قريبين قوي. 12 seconds later. شين جايز، رجعنا لكم بمشترياتنا من شين. أعشق هالفيديوهات صراحة. رجعنا مرة ثانية لمشترياتنا من شيئين. اسمعوا، أنا قلت بدل ما بس أوريكم فساتيني للصيف، طبعاً أخذت فساتيني للصيف، يعني بتشوفون فساتيني للصيف، بس قلت خلينا ندخل بعد recreating celebrities outfits من شيئين، يعني بشتري ملابس من شيئين تكون نفس ملابس المشاهير. فدخلت على بنترست وشفت لوكس مرة حلوة من بلا حديد، كندل جينر وهيلي بيبر. شفتوا الملابس هذه؟ تخيلوا اني لقيت تقريبا نفسها من شيئين. يعني هذا الفيديو علمكم انه مو لازم تصرفون فلوس كثيرة، مو لازم تاخذون براندات كبيرة عشان تصيرون مثلا ستايلش. اوكي، حاليا نزلوا شيئين براندات جديدة من ضمن موقع شيئين اللي هو اسمه موتف. موتف هو شيئين بريميوم، يعني نفس الملابس من شيئين بس تكون higher quality. وماخذة كم قطعة من شيئين موتف لا يفوتكم، لأن صدق مرة يجنن، والتصاميم والقصات مرة حلوة. وفي شيء اسمه ديزي، وفي شيء اسمه شيئين اكس، كل هالأشياء يكون مثلا higher quality. وفي طبعا شي جلام. شي جلام اللي هو المكياج حق شيئين، قد جربته مرة أنصحكم تجربونه، مرة حلو وكواليتي زين وأسعار حلوة. لا تنسون تستخدمون كود الخصم حقي ABA15 يخصم 15% من مشترياتكم. اوكي، سو ابدا اول شيء بلوك هيلي بيبر. هيلي بيبر يوم دخلت على بنترست اكتشفت كل لوكاتها لازم بليزر، اللي هو هذا الجاكيت اللي فهمتوا قصدي. اللي ما ادري شلون، بس انه كلش كل لوكاتها تقريبا تلبس بليزر، فقلت لازم ادخل بليزر في الموضوع. المهم هذا هو اللوك اللي قررت اطبقه، مره سهل انكم تطبقونه ويعطيكم لوك ستايلش، كل القطع اللي تشوفونها وراي ان شاء الله بحط لكم اياها في الديسكريبشن بوكس. اول شيء اخذته لوك هيلي بيبر هذا البنطلون، مره يشبه حقها صح، يعني وسيع ولونه تقريبا مثل لون بنطلونها، بس مشكله هذا البنطلون احسه شوي يشبه اللون جلدي، فهمتوا قصدي؟ بس عادي بنلبسها. وانا تراني مره خلاص ما عاد صرت البس سكيني جينز، مع اني لو تشوفون العام بس خلاص كله وسيع، فهذا بضيفه الكولكشن البناطلين الوسيعه اللي عندي. لو تكتبون وايت تي شيرت في شي ان بتلقون خيارات كثيره 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 جايز، كثيره. فاخترت هذه نفس اللي عليها، فهمتوا قصدي؟ يعني الدلعه حقتها فوق وعادي، يعني بلوزة بيضة تحت البليزر. ماتيريال، وترى بعد يعني اذا ما تبون تطبقون اللوك حقها ترى حلو ان هذه القطعة تكون في دولابكم مع بنطلون وسيع، مع ممكن جاكيت ممكن بليزر، يعني مهمة تكون في دولابكم هذه. واخيرا عشان نخلص لوك هيلي اخذنا البليزر. البليزر انا ما اخذته في سايز اكسترا لارج، ليش؟ عشان هي مسويه الاوفر سايز لوك، يصير وسيع عليها ويصير طويل، وفهمتوا كذا؟ أمانة كيف؟ والله إني مرة ضبطتها، يعني مرة مرة زي حقها، والله إني أبدعت، صح مرة يشبه اللي عليها. اللوك الثاني هو لوك بلا حديد، مرة كاجوال، فهمتوا قصدي؟ بس بلوزة وبنطلون وسيع، طبعاً البنطلون وسيع يوم جاء عاجبني، عاجبني مرة. مرة عجبني جايز، مرة حلو. هذا هو البنطلون، يعني كأنه بنطلون سوت، بنطلون بدلة. يمكن ترى ما يعجبكم بس أنا عجبني،
مرة زين مو بطويل، أنا طويلة طيب وما طلع طويل بزيادة، أعرف في مشاكل للقصار إذا إذا شاروا بنطلون كذا يكون طويل عليهم بس شوي يعني مرة زين. شايفين هذا من تحت كيف وسيع؟ وفي مخافي نفس بنطلون بلا ولا لا؟ نفسه بالضبط مع البنطلون هذا مثل بلا كانت لابسة تيشيرت أبيض سادة. تدرون إن ما عندي تيشيرت كذا بيضة سادة ما فيها أي شيء مرة بيضة. اخر لوك من لوكات المشاهير هو لوك كندل جينر، مرة عجبني واحس اني مرة ضبطتها يعني مرة نفسها. انا اول شيء بنطلون اسود، شوفوا انا ماخذة بنطلون مخمل، ما كنت داري انه مخمل. حلو يعني في الشتاء يصير عندي بنطلون مخمل، ما اقدر البس الحين بس في الشتاء مرة بيصير حلو، مو مرة وسيع من تحت مثل حقها. قلت مع البنطلون يكون نفس بلوزة هيلي لأن لابسين نفس ستايل التيشيرت، بقول بدل ما أخذ تيشيرتين هذا التيشيرت يناسب كل اللوكين، فنفس الشيء هذه هي البلوزة. جايز مرة انصدمت إني لقيت نفس ألوان الكاروهات، مرة يشبه للي عليها صح؟ مرة كأن اللي عليها، اوكي يمكن شوي مختلف بس انه مرة مرة يشبه له. اخذت هذا من الرجالي سايز لارج، هو كان اكبر سايز، كان ودي اخذ اكسترا لارج بس ما كان موجود. كل اللوكات مضبوطة أكثر من اللوك اللي بعده. أوكي سو مع كل لوكات المشاهير قلت إن تقريبا كلهم لابسين نظارات وكل نظارة تختلف شوي عن الثانية، وقلت إن أشوف كل النظارات واللي تعجبني في نفس الستايل اللي عليهم أخذها. حلوة مرة. دقيقة، انا كل ما اسوي مشترياتي من شي ان لازم اشتري لي نظارة، طيب اكتشفت ان كل نظارة اخذها تشبه الثانية. جايز وانا اشتري احسب انها مختلفة، احسب اني باخذ نظارة غير بس كل نظارة نفس النظارة الثانية. اخر مرة اخذت هذه واللي قبله اخذت نفسها بس اني مدري وينها ضاعت. المهم انها حلوة صح؟ بس مرة حلوات صراحة. شوفوا الكواليتي كيف. اخذت هذه، ما قد شريت واحدة بالهنقشات هذه الاشياء. اوكي كفاية من لوكات المشاهير، الحين ندخل في لوكات فرح. انا صح قلت لكم في بداية الفيديو اخذت لي كم قطعة من موت؟ جايز كل القطع اللي اخذتها اتجنن. هذا اول شيء اخذته من موت، جمب سوت. وجمب سوت، شوفوا انا ما عندي جمب سوت في دولابي ابدا. مره عجبني انه بالخياطه البيضة هذه، في ترى حزام هذا من شي ان مرة حلو. شوفوا اكتشفت انه مرة يعجبوني الفساتين اللي فيهم بش، فهمتوا قصدي؟ مرة احب هالفساتين فاخدت هذا، مرة صيفي جايز، مرة يذكرني بالبحر. سفروني تكفون، ابي اسافر جايز، ابغى بحر كذا، كاروهات على لون كذا بيتشي اورنج على اصفر على وردي شوي على هذا، يبي له بحر.
قلت لكم مره عجبيني هالفساتين اللي فيهم بشك، فاخذت نفس الفستان اللي توريتكم بالضبط بس بالشكل غير. فهذا الفستان والماتيريال ونفس طول اللي قبل. هذا الفستان اخذته من موت. واو، شوفوا مو باين لان الجدار اللي وراي ابيض، هو طويل ترى مره مره حلو. انا اوريدي لبسته وطلعت فيه، يعني اعرفوا انه ما صار له الا يعني من اول ما جاء لبسته، ومن هنا من الخصر شوفوا فيه مغاط، ف شيء مره ستايلش. بعد فيه جزم واخذت لي مره ترندي، قاعده اشوف هالجزمات في انستغرام. كاب مو مره طويل. واخيرا اخر قطعه اخذتها من شي ان هذا الفستان. هذا بعد اخذته من موت، قلت لكم انا مره عجبني كولكشن موت. هذا الفستان مره صيفي، بعد يجي بشك بشك في الاكمام، وهذا اللي في الخصر يجي ما ادري شلون بس انه مره يعطي لوك خيالي، والكواليتي مره تموت. وشوفوا كيف يعني ولونه وهالاشياء النقشات اللي عليه والخيوط وكل شيء مره صيفي. وبكذا انتهت مشترياتنا من شي ان للصيف. ان شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسوا تسوون لايك وسبسكرايب. نشوفكم في الفيديو الجاي. باي.